اتبع وزير الإسكان الشريف الشربيني الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية والترفيهية الجري تنفيذها بمدينة العالمين الجديدة. وأوضح وزير الإسكان أن العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتقع بمنطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان لكل شرائح المجتمع وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتديها. هذا وقد أشار الوزير إلى أنه جري تنفيذ أعمال التشطيبات لخمسة عشر برجاً من أبراج المنطقة الشاطئية، بينما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة. توجه وزير الموارد المائية والري هاني سويلم لمحافظة بني سويف لتفقد حالة منشآت الحماية من أخطار السيول ومخرات السيول في المحافظة. ووجه سويلم بإعادة دراسة جميع مخرات السيول والأودية على مستوى الجمهورية من حيث القدرة الاستيعابية لمنشآت الحماية والزمن التكراري، بما يضمن جاهزية منظومة الحماية من السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول حال حدوثها. كما وجه وزير الري بحصر حالة التعديات على كافة المخرات وأحواض التجميع الخاصة بها بكافة المحافظات المعرضة للسيول. وأكد التوجه المشدد لكافة إدارات الري نحو سرعة تفعيل الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات بشكل فوري وتحصيل الغرامات المقررة لسرقة وتبديد المياه. وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية بالتنسيق الكامل مع الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات لدعم المزارعين بالميكنة الزراعية للتيسير عليهم. هذا وقد أشار وزير الزراعة إلى ضرورة توعية المزارعين بأهمية الاتجاه لاستخدام الميكنة الزراعية الحديثة نظرا لما تحققه من توفير للوقت والجهد وتقليل الفاقد وضمان تحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه. ووجه الوزير أيضا بتوفير الميكنة الزراعية لدعم المزارعين والتيسير عليهم، كما اطلع على جهود حملات تطهير المساقي ومكافحة الآفات. أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعديد من شرائح المجتمع، ومنهم فئة العاملين في المجال الزراعي من حائز ومالك الأراضي الزراعية والفلاحين. فقد تم التنسيق مع جميع الجهات الإدارية المعنية لتنظيم جولات ميدانية لتلك الفئات في أماكن عملهم. ووضعت الهيئة خطة للتوسع في التغطية التأمينية ترتكز محاورها على ضرورة تيسير أداء الخدمات التأمينية وتقديمها بالقرب من مقر عمل المواطنين أو محل إقامتهم بغرض نشر الوعي التأميني لديهم. عقدت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اجتماعها الرابع لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعات وتوفير مكاتب للشكاوى للتواصل مع المسؤولين لعرض مشاكلهم. وأعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة للتفتيش على المصانع لمساعدتها في توفيق أوضاعها وإلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية. في إطار جهود الدولة لتنمية الصناعة، عقدت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اجتماعها الرابع لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعات وتوفير مكاتب للشكاوى للتواصل مع المسؤولين لعرض مشاكلهم والعمل على توفير قروض وتمويلات ميسرة لتطوير وتحديث الآلات والمعدات. وأعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة للتفتيش على المصانع لمساعدتها في توفيق أوضاعها والعمل على إلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية، خاصة في ظل صدور قرار بعدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء. وشكلت الحكومة خطة عمل مكبرة لبحث خطوات توطين استثمارات في صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد، حيث أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أعلن عن توفير أراضي صناعية جديدة مجاورة لطريق الصعيد الصحراوي الغربي والخط الثاني للقطار الكهربائي السريع لتوطين استثمارات في صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد.
والتي تشمل مناطق الفشن الجديدة والمنيا الجديدة ونجا حمادي الجديدة. وتشجيعاً للصناعة، أعلنت الحكومة عن خطوات للتعاون مع شركات للقطاع الخاص بإقامة مشروعات صناعية بشرط تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح وإثبات أن المشروع مطلوب لمدة 5 سنوات وأن المنتج يتم استيراده حالياً. كما تم تخصيص أراضي صناعية مرفقة للمنطقة بمدينة أكتوبر الجديدة والتي تقع على مساحة 6800 فدان للطرح للمستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية. واستجابة لطلبات المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية، أكدت مصلحة الجمارك عن دراسة للتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة. وتماشياً مع جهود الدولة لإتاحة وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن وضع شروط ميسرة لتقسيط فروق تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعي بالمصانع. إجراءات تنفيذية تسعى بها الحكومة لتنفيذ برنامجها الطموح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع قلق المستثمرين من التوقعات بشأن الطلب العالمي، لكن انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة قد حد من الخسائر. وارتفعت العقود الأجل لخام برنت بنسبة 21% ليصل إلى 78.52 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الأجل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.88% ليصل إلى 74.38 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.6% لتصل إلى 2.31 دولار للتر. وقد هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.41% لتسجل 2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أنهى مؤشر بورصة أبوظبي التعاملات على ارتفاع، وصعد مؤشر أبوظبي عند الإغلاق بنسبة 4% في جلسة متقلبة، وانخفض مؤشر سوق دبي 4% بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية. وعلى أساس أسبوعي صعد مؤشر بورصة أبوظبي 1%، في حين ارتفع مؤشر بورصة دبي 1.2% وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن. أكد رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول أن الوقت قد حان لكي يخفض المجلس أسعار الفائدة بعد اقتراب التضخم من الوصول إلى الهدف البالغ 2% الذي يسعى إليه البنك، وهو ما يمثل اتجاها صريحا نحو تيسير وشيك في السياسة النقدية. وأضاف باول في كلمته أمام الندوة الاقتصادية أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات والتوقعات وتوازن المخاطر. في وول ستريت ارتفعت المؤشرات الرئيسية خلال التعاملات، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 41%، وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 57%، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 87%. أقر مجلس الشيوخ الأرجنتيني زيادة في المعاشات التقاعدية ما سيكلف ما لا يقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وينص قانون التقاعد على زيادة أكثر من 8% في إعانات التقاعد هذا العام، حيث حصل على أغلبية 61 صوتا مقابل 8 أعضاء بمجلس الشيوخ. كشفت بيانات يابانية عن تسارع التضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد والذي يستثني المواد الغذائية الطازجة بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق بعد صعود 2.6% في يونيو.